أسابيع قليلة تفصلنا عن اللقاء المسيحي الذي تنظمه قوى 14 أدار تحت عنوان دور المسيحيين اللبنانيين في الربيع العربي، والذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري في دير سيدة الجبل في فتأة في كسروان. ما هو هدف اللقاء، وهل جاء للرد على مواقف البطريرك الراعي الأخيرة؟ أكيد لا، يعني البطريرك عنده مقاربة مختلفة عن مقاربتنا بموضوع السلاح وبموضوع النظام السوري، بس هذا لا يعني بأننا نحن على خلاف نحن والبطريرك. نحن عنا وجهة نظرنا التي هي ستبرز خلال المؤتمر أو الخلوة التي سيصدر عنها وثيقة سياسية، وسنناقش هذه الوثيقة أيضا مع رجال كنيسة، ليس فقط مع مدنيين، أيضا مع رجال كنيسة وعلى رأسهم البطريرك الماروني. سعيد رد على كل القائلين إن هذا الاجتماع هو نوع من إعادة إحياء لقرنة شهوان. انتقلنا من قرنة شهوان على إطار وطني مش من أجل العودة إلى مربع طائفي. ما بعرف إذا البطريرك صفير رح يندعى ولا ما رح يندعى، إنما نحن نريد أن نؤكد بأننا لا نرى بأن في الكنيسة رأسين أو بتركين، بل بالعكس نحن نعتبر أن البترك الراعي هو بترك الكنيسة المارونية. بعض الصحف طلعتنا اليوم بأن هذا اللقاء هو لقاء له علاقة بأمانة العامة ل 14 أدار أو بقوة 14 أدار. هذا اللقاء هو لقاء موجود منذ حوالي 9 سنوات، منذ بداية قرنة شهوان، واليوم نحن بالخلوة 8 لهذا اللقاء، وبالتالي لا علاقة له، هو أوسع من 14 أدار. أكثر من 600 مدعو من رجال سياسة ومثقفين وصحفيين ومستقلين، إضافة إلى مراقبين مسلمين، سيناقشون وثيقة سياسية توحد قراءة المثقفين للربيع العربي وكيفية التفاعل معه. ولكن ماذا سيقدم هذا اللقاء للبنانيين عامة وللمسيحيين خاصة؟ نحن في حدث كبير عم بيصير بالمنطقة العربية، في حدا عم بيقول خايف منه، نحن بدنا نقول ما خايفين منه وبدنا نتفاعل نحن وياه، وبالتالي لا خوف على المسيحيين، بالعكس هذه طائفة دينامية وليست أقلية. ما منعد حالنا كل يوم على الميزان تنشوف إذا نحن ناقصين ولا زايدين وشو بدنا ضمانات مشان نبقى بهذا البلد. نحن منا بحاجة لضمان من حدا. وإذ أكد سعيد أن اللقاء سيبعث برسالة أيضا إلى باقي الطوائف في لبنان، لفت إلى أنه من غير المشروع أن نبدو وكأننا ندافع عن أنظمة ديكتاتورية لأننا نخاف على مستقبل المسيحيين.